تتولى قيادة الجيش المصري. قيادة الجيش المصري ولا أكتر من كده؟ فول ستوب. أنا للناس اللي كان ليهم تاريخ طويل من الرؤى ده اللي كان ده. لا أسمع. اسمع بقى هكتب بعد كده. طيب. التسجيل ده فقط. أنا من 35 سنة كنت بس أنا بطلت أتكلم عن المنامات والرؤى من 7-8 سنين. أو من 2006. أنا فاهم الحتة دي بس بعد ما حضرتك. قفلتها قلت لن أتكلم في هذا الأمر مرة أخرى، لكن أنا كان ليا دايما منامات وكده بشكل. بتشوف حضرتك نفسك على عرش مصر. لا الموضوع مش كده. الموضوع مش كده يعني شفت كثير جدا من الامور اللي حصل. حصلت بعدها. بعدها طبعا. كانت غير كان ما حدش قدر يفسرها في من 35 سنه ما حدش قدر يفسرها ابدا. زي ايه كده؟ بس دي مش هتتقال. لا خلاص؟ مش هتتقال في الحوار لا. هستخدمها بقى لما ربنا يعني مثلا شفت في المنام من سنين طويله جدا ان انا رفع السيف مكتوب عليه لا اله الا الله باللون الاحمر. ده من 35 سنه. لا اله الا الله لون احمر. باللون الاحمر نعم. بسيف مرفوع كده. ان انا في ايدي ساعه عليها نجمه خضراء ضخمه جدا. اوميجا. والناس بتسالني بيقول لي انت اشمعنى انت اللي معاك الساعة دي؟ فقلت لهم الساعة دي باسمي هي اوميجا وانا عبد الفتاح. يعني رحت حاطط الاوميجا مع العالمية مع عبد الفتاح. مش انا اللي بتنفس المنام. مثلا يعني. المنام التالت ان يتقال لي هنديك اللي ما ادينهوش لحد. مين؟ لا ها؟ مين؟ في المنام يعني هنديك اللي ما ادينهوش لحد. منام اخر انا مع السادات بكلمه فبيقول لي انا كنت عارف ان انا هبقى رئيس الجمهورية. قلت له وانا عارف ان انا هبقى رئيس الجمهورية.